بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كأني أفرتناد كان مدى عشر هذه إنو سعودي كساب سنة كتابك الكبائر أما الدنبية ذا واوين دنبقى عن كهد لينا ودرسني كساب سنة هينا وحال إلى هذا الكبر. كبرك وحو كم دي هاي آفات القلوب قلبك أما مانكا آفوين كيسي عدو الرديس أيو كم دي هاي قفكو سيؤو بدبادو والليمان آخرية الليمان الدون وهلو وحوية وإن وقلبك سبت باد وقلبك الله سبحانه وتعالى ما شاء وقفك كفيرنا يو ولا لا حساب تما يو وهل كاس مناض التكفي تكليف قفك هو مكلف كوي هاي ولا قول حساب تما يو جنية النار وكو كلام مضانا يو وحويان وإنو قلبك سفي يو يهي يعني ما يعني مسك حديثة يعقلي جيس وتام يهيوي. إيه الله سبحانه وتعالى إسقوا كحكايانا يا كتاب كيس عزيز كا سيدنا إبراهيم وحولي ولا تخزني إلهي وهانين يوم يبعثون ما لنت ضدك الله صابحنا يا قيامة للجوغو إلهم ما لنت هاي إهانين وخزي يدلي هاي بدن يوم مال لا ينفع مال ولا بنون مال يوي للمنا اي سو حكو ترين ادونك مركا لجوغو اما ويلا شادا يددكا اغا ايا كوهي ليا اما مال كاغا ايا دباتدي كل سو قدبوناتا اد كفر داميسا مال انتاس وحالغو قفك بدبادي وحاوية الا من اتى الله بقلب سليم قفك الو لي مادة قلب سليم قلبك سليم كا وحلو لجي ذا قلبك كان نبات قلي من الشرك بالله الله الله شريك يالو ومن النفاق نفاقنا كان نبات قلي ومن البدع المضللة مضللة بدعوين كا ذاتك بعد ايانا كان مغان قلي ومن آفات القلوب اسلامك انا كان نبات قلي قلبك أما قلوبتا آفوين كيسي عود الرديس كواس وفسهادية إيمان كيس إيمان كيس فسهادية أمراض القلوب يا آفات القلوب أيا ليلة وحا كم ذا ويبدنيهين هدان وحقا كسي شاقنو آفات القلوب وحا كم ذا كبرك أيا كم ذا عجبك أيا كم ذا ووضع فسرد دونا كل قد عجبي قف إساقو إسلايا عبان ونفتيس إلوي ناتي كبرك إي عجبي حرير باكر لحي وحاكم إذا عذر هذا قلوب فسادية وحاكم إذا الحسد حسد باكم إذا حسد كوحا ليدا هذا قف كحن داتك كالي نعموينك إلهي يوسيي يكحن يا محاو هبل وحلوسيي محو هبل إيغا قروح بالناضي محو هبل إيغا حول البطي محو هبل إيغا ويل البطي محو هبل إيغا مال البطي وحساسة أو آد جعلاتو إنو إلهي قفكا كقاضو مركا دنبانا يسوب الدشبا نعيب شاعد قفكي نعضو كاسو حليدا هذا حسد باليدا وحا عذر هذا قلوب تكمدا الكراهية والبغضاء والحقد صدح لاسنا حريد ايا كان حي صدح لاس حريد ايا كان حي وانا عيب شؤون وعدد كالي اذن عبت هاي حقد دا نوني ما نوع انفسرنا حقد وحاوي
waa cadho gadhoodhay baa leh, waa cadho gabowday. Ruuxa markii intuu wax kugu sameeyey aad u cadhooto cadhada hore alqadab baa la yidhaahdaa, mudday socotaa. Cadhadii hadday biirto ay biirto ay biirto ay nacaybsho isu beddesho oo maxaanku yidhaahdaa uu qofkaasi diyaar u yahay wax kasta oo dhibaata inuu kii kale u geysto, kaana waxaa la yidhaahdaa xiqdi baa la yidhaah, waxay ka mid tahay amraadul quluub ama aafaadka quluubta fasaadisa ee nabiyullaahi Ibraahim uu alla kaga xikaadooyey ilaa man ata allaha biqalbin saliim, qalbiga nabad galay waa qalbiga ka badbaaday cudurada ay kuwaas ka mid yihiin. Waxaa ka mid a aafaatul quluub waxaa ka mid a arriyaa istustus, qof jecel uun in mar walba uu muuqdo oo mar kasta meesha la joogo in isaga la ararko oo jecel waayo, ama isla markaa dhinaca kale haddii laga eegana cibaadooyinka uu la imanayo, wixii cibaado uu la imanayo ama xoolo uu bixiyo ha ahaado oo uu sadaqaystay ama jihaad uu gala ha ahaado ama ha ahaado salaad uu tukaday iyo soon, yaa wuxuu u sameynayaa ha lagu arko oo ha lagu yidhaahdo war ninkani cibaado badana, kaasna waa riyaa. Amraadul quluub ayuu ka mid yahay. Amraadul quluub oo quluubta baabi'isa waxaa ka mid a bakhaylnimada, xubu dunyaa wa shux, qof uun maxaanku yidhaahdaa addunya uu la jeclaysiiyey oo maalkiisii saa ugu koogsan oo bakhayl ah oo qaduuc ah, soomaalidu saasay tidhaahdaaye, oo aan waxba bixin karaynin, zaka aan bixinayn, oon sadaqa bixinayn, oon ruuxna u naxariisanaynin, taasna waxaa weeyaan amraadul quluub ayay ka mid tahay. Waxaa amraadul quluubta ka mid a oo kulligoodna wada kabaa'ira madaxnimo jacaylka waalida ah, xubuljaah walri'aasa, xubuljaahi walri'aasa, madaxnimo unbaad jeceshahay ood sida ay dadka qaarkood yaaleen ay ummad dhan u baabi'iyaan si ay madax u noqdaan, madaxnimo se u raadinayaan bay waxay baabi'inayaan, ummado dhan bay halaagayaan. Kaasna waa cudur waaye, cudur waaye, waa cudur qalbiga iyo maskaxda iyo maanka ka imanaya weeye. Iyana waxay ka mid tahay amraadul quluub oo lagu naargalo ee kabaa'irta ayay ka mid tahay. Waxaa kaloo ka mid a amraadul quluub oo lagu naargalo waxa weeye naftaada oo ku hogaamisa hawa waxba yaraata eh maaragtay sharci ah iyo wax diin ah iyo wax ku hogaaminaya male, wax ku celinaya male, waxa ku hogaaminaya oo keli eeta hawa nafsi, waxay naftaadu rabto ay jeceshahay. Maalinta qiyaamana waxaa lagu badbaadaa siduu qur-aanku inoo sheegay, wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa ayaa leen, naftiisa ka reebay waxay jeceshahay ee naftiisu aysan hogaamin. Marka qofkay hogaamisa naftiisu hogaankaas iyo hawadaas la raacay waxay ka mid tahay min aafaat alquluub, quluubta aafooyinkeeda ayay ka mid tahay. Waxaa ka mid a amraada ama aafada quluubta waxaa ka mid a alguruur waxa la yidhaah, alguruur. Ururka waxay walaalo yihiin oo ay isku wada dhadhow yihiin, kuwaasoo dhan kibirka iyo waxaas ay isku dhow yihiin. Laakiin qofka ururka si loo fahmo, ururka wuxuu ku yaraha salaysan yahay, waa qof aan waxba u aaba yeelayn. Hadduu wax yaroo cibaado la yimaado way la weynaanaysaa, ool waxa weeyaan cibaadadiisii baa la weyn, dembigiisu wuu la yar yahay. Dembi kasta hadduu la yimaado dembigaas wuuba la yar yahayba, yastasqir adunuub, dunuubtiisa wuu yaraysanayaa, cibaadadiisuna way la weyn tahay. Kaana marka amraadul quluub ayaa iyaduna ka mid tahay. Darsigani hadda wuxuu ku saabsan yahay cudurada ka mid a oo kuwa ugu khatarsan ka mid a oo la yidhaahdo alkibru. Marka kibirka soomaalidu kibirna waynu dhahnaa, soomaaliga kibirna waa la yidhaahdaa,
isla weynina waa la yidhaahdaa, isqaadqaadid waa la yidhaahdaa, isqudhmuunayn waa la yidhaahdaa. Waxaas oo dhan kibirka ayaa laga wadaa. Warhooy, kibirka waa lagu kufaa, kaa ha la ogaado, waa isagii la yidhi. Allah subxaana maxaa yacni lagu kibri, kibirka maxaa keenaya, kibir maxaa keenaya? Allah subxaana wa tacaala dadka dhan waa siman yihiin, kulluhum min aadam wa xawaa, dadka dhan waxay ku abtirsanayaan aadam iyo xaawo, iyagana waxaa laga abuuray, ciid baa laga abuuray, ciid ka fadli badanna ma jirto. Allahna wuxuu yidhi, yaa ayuha annaasu, isagoo dad oo dhan la hadlaya, dad oo idil, innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha, waxaa laydinka abuuray dakar iyo untha, mid lab iyo mid dhagdib baa laydinka abuuray. Waa sida loo badan yahay nebi aadam, abul bashar, isagoo aabihii hooyo midna ma lahayn, si toosuu ilaahay ciidda uga abuuray. Nabiyullaahi ruuxullaahi ciisana hooyo unbuu lahay, aabba ma lahayn. Laakiin dadka intooda kale haddii laga reebo, aabihii hooyo ayaa la dhalay. Wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila, shacbiyo kala duwan adduunka hadda waa la wada yaqaanaa, oo inta ummada ilaahay abuuray ciiddaasay ka badan yihiin. Kuwa cadcad baa jira, kuwa aad u cadcad baa jira, kuwa guduudan baa jira, kuwa asfaraa jira, kuwa madow baa jira, kuwa maariinaa jira. Marka midabka la yidhaahdo waa sidaas. Afafkooda marka la eego hadee wax la koobi karaya ma, wejigooda iyo muuqaalkooda say u kala duwan yihiin. Intaasoo idil, muuqaalka iyo dhalashada iyo meesha lagu nool yahay iyo cadaan iyo madow iyo waxaas laguma kala fadli badna alla agtiisa. Inna akramakum cind allaahi atqaakum, qofka ugu fadli badan ee ugu karaamada badan waa qofka ugu cilmiga, waa qofka ugu taqwada badan. Haddii kibir la yidhaahdo, alla unbaa alcasiizu aljabbaaru almutakabbir ah, allah subxaana wa tacaala. Waxaa kale oo jira oo qur-aanku inoo sheegayaa dadka xaqa diida, dadkii xaqa diiday cabra taariikh, taariikhda bani aadamka sooyaalkeeda, waxyaabahay xaqa u diideen waxay ahaayeen kibir, isla weynayn, xaqu iskama imanayo ee xaq kasta nabi baa loo soo dhiibay. Markuu nabigu dadkii xaqii u sheego oo risaaladii ilaahay iyo fariintii ilaahay uu soo gaadhsiiyo, iyo iska kibrinayaan, waxay dhahayeen ma kanaan raacaynaa. Xataa qofkaa wax lagu duro haddii la waayo oo nasabkiisa aan la duri karayn, oo wax kale oo lagu duro aan uusan jirin, waxaa lagu duri jiray, ay ku duri jireen waa bani aadam, waa bashar, ma malaa'igna loo soo diro, saasay dhihi jireen, ma malaa'ig he naloo soo diro. Marka waxa xaqa diida oo xaqa waxyaabaha loo diido ee dadka karkaarka weydaariyaay waa kibirka. Intaynaan aada u sii gelin, kibiroo maxaa tahay? Nabiga ayaa tacriifiyey sallallahu calayhi wasalam. Marka qeexidda rasuulku uu qeexay mid ka dambaysa ma jirta, iyadoo unbaan qaadanayna. An cabdullaahi ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu, allah ka raalli ahaadee, can innabiya, nabiga wuxuu ka wariyey, qaala, wuxuu yidhi, nabiga ayaa yidhi, laa yadkhulu ljannata, jannada ma galo, man, qof ama ruux, qofka ama ruuxaasoo kaanuu ahaaday fii qalbihi, qalbigiisa, mithqaala dharatin, dharo wax la eg. Baagii hore dhuudhacasaa la dhihi jiray, dhuudhacaso malaha waxa ugu yar ee la yaqiinay, dharana waa la yidhaha af carabiga, laakiin hadda darada waa la yaqaanaade, oo waa wax kale, waa atam baa la yidhaha, atam wax la eg, oo min kibrin, kibir ah ma isla weyne ah. Markuu rasuulku sidaa yidhi, faqaala rajulu, nin baa wuxuu yidhi, inna arajula, qofku ama ninku, yuxibu, wuxuu jecel yahay,
أن يكون إنه هذا ثوبه مرديس حسنا مد وناكسا ونعله كبهيسنا حسنة مد في عن أقرح بضا إن يتحي أي يجعليه. قال رسول كوحيري إن الله دبهانتي إن دبهانتي الله عليه جميل وقرح بضا يهي يحب الجمال وقرح بضا ويجعليه. مركا إن درفي عن لقاته إن كبفي عن لحده ما أها كبركو كاما أحساس النبيكو إنه أقول قيحة يوحيدي الكبر كبركو بطر الحق وحق اللي اسكديد وحق اللي اسكوينيسيو. رسول الله لقو صدري ككعباتري آيات قرآن أيا لقو شاقي ككعباتري حديث النبي ككعباتري حق بديد دي سيداسوي بطر الحق حقه ودقاشان كله فتو بطرك وحوين دفعه ورده سودقاشان كله فتو اسكا حقا اساقا تورد كو حقي اولا ديدو حق ديد رو حق ديدي وكسن تاقي وكبر سن يهي وحاو ديدي يهي وكبر اسلاوينان ويحقو اسكلاوين يهي دين عاك المركة اللي اقددتك اللو يمادنا وغمض الناس يددتك اولا ليدو ددتك هاصل اقول لقام الشيخ صدو لقا عن روف تفتددك اولا اسكويني سي اللو داس واي كبر كو اللو داس. حديث كاسوحا وريي الإمام مسلم والترمذي أيا وريي وحديث صحيحة. قرآن كهذا إنه أني ما أدنه دم بيجي وجوه الرئي الله لجو عاسي كبر أيا كاني قف الله عاسي نوح وجوه الرئي إبليس بوجوه الرئي إبليسنا أمر كألا يودي ذي وحنا أودي ذي كبر aayada farabadan oo alla kitaabkiisa ayaa ay ku soo aroortay arintaas siyaabo kala duwan laakiin suuratul baqara mid ah ayaan soo qaadanayna. Alla wuxuu yidhi waad qulna wadkur nabi allah dadka u sheeg oo xusuusi id waqti qulna aanu nidi allah ayaa dhahay lil malaa'ikati malaa'ikti aanu ku nidi isjudu li aadama war aadam u sujuuda الله يا أمرك يا الله فسجدوا سلكول كيبا فهذا وحل إلى هذا فهو التعقيب عليه سلكول كيبا ويسجودين إلا إبليس أبا إبليس نكل إلى هذا ما هني أبا ودي ذي أمرك الله يودي ذي ومحود ذي واستكبر ويسقد مني أو ويسو ويسكبري ويسويني كبر وصل لهين حاجر كبر كالله يا إسكال يعني كبر ك adi malihid kibir allah ayaa iska leh marka ninki iskibriyay wuxuu qaatay maartay wax alla leeyahay iyo alla kula doodaya waan arki doonaa xadiis saxiixa oo siyaabo far badan ku yimid waan arkayna waan arki doonaa insha allah taala wa kana min al kafirina hadaynu inni maadno qoomkii rasuul loo soo diray ama nabi loo soo diray ee ugu horeeyay qowm nuuxin bay ahaayeen نبي الله نوح يسقى أو كور بحيي جهات كيسي دعوي ها الدارة السعودي مدة الدار يكون كسنة كل دو مركو كور بحيي قال وحول ربي 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 جاو ربي ربي جاو ربي ربي جاو إني أنوجد دعوت قومي أنا قل ضيدي waan u yeeray oo diinta ayaan ugu yeeray oo xaqi ayaan ugu yeeray oo farintii aad isoo dhiibtay ayaan ugu yeeray waa wax kun sano ku dhow laylan wa naharan habeen iyo maalin marra kama daalin falam yazidhum ducaai ilaa firaaran yeedhitaankii aan ugu yeeray xaqa uma ziyaadin ama uma kordhin inay sii cararaan oo xaqii ka sii cararaan oo ka sii fogaadaan maahan wa inni anugu kullamaa dacawtuhum mar kasta oon u yeedho oon xaqa ugu yeedho litakfira lahum si aad ugu dambi dhaafto hadday xaq qaataan jacaluu asaabicahum fii aadaanihim dhagahooda ayay furaysanayeen farta ayay gelinayeen dhegta ama xaqiiqo ahaato ama majaas ahaato waxa weeyaan xaqii ayaynan dhegaysanayn dhegaha ka furaysanayaan
واستغشوا ثيابهم مريهودنا ويسكو دودوبي سأين أمقلين وأصروا وحيكون مدح تاغين ويكو أتكيستين ديد مدي واستكبروا استكبارا واتن بحلو شاهدكو أكل واستكبروا ويسكو وينيسيين إلين كبيركا يوينان تألاق يا إسكاله ويسوينيسيين استكبارا إسوينيسين أي إسوينيسيين كواسوا قوم نوح آيادها كهلا ياوا بلين سورة النوح آيادة الشنادية تضبعد فرعون هدي لغا يماد هدي لو يماد إساقنا قرآن كهلا وابلين يهي وحاكم إذا واستكبر وإسقدموني وإسوينيسيي هو إساقه وفرعون يو جنوده إذا مديسي في الأرض للك أي إسكوينيسيين بغير الحق سيقر درع وظنوا وحي أملايين أنهم إلينا لا يرجعون إنا أنك نلوسو علين دونين وحويا سورة القصص سورة العنكبوت فاستكبروا وإسوينيسيين في الأرض للك أي إسكوينيسيين وما كانوا سابقين كون نجا بحسن أيه أو نجا بدين أيهنا ما يسنا هانين نبي شعيب قوم كيس محيدهن قال الملأ محيدهن لمن كي هجامياش ملأ وحلي هذا أنت بلشده هجاميس مالك يا مرحني مذا يا أنت ذا يا علمك يا أنت له أنت إسبي ذا يسأله بلشده هجاميس ملأ اللي ده الليت بالوداع في إنجليز ذا وحيدهن الذين كواسو استكبروا إسوينيي وحقي إسكوينيي وحقي ديدي ومن قومه لنخرجنك يا شعيب يو الذين آمنوا معك من قريتنا وحيدهن أذيغا يكويك الراعي با دالك يغا عيان كاسارينا وسيدي هادا قولك كستو هاد الدولة ننكي يدا معارضك لولك إلغا سارا بكورونا حبسي أيال غوردية حبسي كو جنسي ذاك قالانا وجرانو بحي أولى تعودنا في ملتنا أما واحد كسو لابانا يسان دين تيادة قالا دوردان مركا ليس كسو دوباي سورة الزمر نارتا مركا يقليان نارتا لغو حرييي جهنم مركا لغو حرييي وحالي قيل ادخلوا أبواب جهنم جهنم الباب ذا قلع خالدين فيها إذن كأولي بأن ولغين كسو بحي نوكو وارية فبئس مثوى المتكبرين كو إسوينيسيي ماشي أي أهوين لهايين ماشي أولي ذي توي جهنمي تاسنا وصورة الزمر دانو نماغنو رعاد محو ألا يدي فاليوم مانتا مانتا يا تجزون عذاب الهوني عذاب كي إهانة ده مانتا الله يدنكو أبال مرينة يا بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق إسويني سينتي إسكبري سينتي أحق إسكبرين إيسان لولك مركا جوكتين دراد يا عذاب كي دولي جي إهانة ده يا شرف درده يا كرام الأنت يا لذين عذاب يا وبما كنتم تفسقون كبركي نبي عيا إنه شيء صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق حق وقشان كله قلوا فتوى غمض الناس يدتك أول الليد أول الحقير أو حصل أجو الله جم الشخص دوي وحيابها الله لو عاسي أما عسيانك وحا كياني أردنا إنو كبير كي يهيبه دي وكاس وما ذهي نبي يدي إلهي دي دي أردنا وكوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نبي قنا وحا ليلي فإنهم لا يكذبونك ما كبينين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحودك إيا كبيرك وأسلمتك هذا ينقلني معدنه أحاديث فرحة بطن
ee aad iyo aad u faraha badan ee ka hadlaysa kibirka iyo cidhibxumadiisa kutubo badan baa ka hadlay. Waxaa si fiican u soo ururiyey kitaabka la yidhaaha Targhiib wa Tarhiib ee lilimaam almundiri mujalladka afraad ama mujalladka labaad kitaabkiisa afraad. haddaynu u nimaadno safxada 14-aad iyo afartanaadba xadiid waxaa jira aan sheegnay oo inuu kibirka alle iska leeyahay. marka alfaad badan iyo riwaayado badan ayuu ku soo arooray, mid un baan qaadanaynaa. mid ka mid a ayaan qaadanaynaa. abi saciidan alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu iyo abi hurayraba qaala, waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alcizu izaaruhu walkibriyaau ridaa'uhu faman yunaazicunii cadabtuhu. kaas sidaasuu lafdigu ahaa, laakiin lafdiga kale ee aada loo yaqaano waa kan kale oo ah lafdiga muslim. alla wuxuu yidhi alcizu ciziga iyo weynaantu izaari waa go-ayga hoose, walkibriyaau ridaa'i kibirkuna waa go-ayga kare sare. dabcan go-a ilaahay ka hoose iyo ka kore iyo kuweenna oo kale iyo midna ma aha, lafdiga unbay iskaga mid yihiin. faman naazacanii qofkii igu qabsada shay-an wax oo minhumaa labadooda ka mid ah, qofkii yidhaahda kibir sheegta ama cizi sheegta, cadabtuhu kaas waan cadaabayaa uun. si kalena waxaa la yidhi isagoo lafdi kale ah alkibriyaau ridaa'i kibriyuhu waa go-ayga sare, walcadamatu izaari cadamada iyo weynankuna waa guntigayga hoose. faman naazacanii qofkii igula murma ee igu qabsada waaxidan minhumaa qadaftuhu fi nnaari naarta ayaan ku tuuraa. marka kaas waxa weeyaan waa xadiidka koowaad oo saxiixa ah oo a'imatu lxadiidi ay wariyeen oo labadaas kibir inuu alle iska leeyahay. qofkii marka sheegta meesha uu ku dambeynayaa inay naarta tahay waxa weeyaan waa taas. axaadiistu marka way iska badan yihiin, waan kala doordooranaynaa uun. wacan xaarithata ibni wahbin radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay ayaan maqlay oo yaquulu odhanaya ama dhahaya alaa ukhbirukum, war ma idiin sheegaa biahli nnaari dadka naarta, ehlu naarka ma idiin sheegaa. waxa weeyaan kullu cutullin jawaadin mustakbir, nin kasta oo kibir badan oo qallafsan oo isla weyn waa tilmaamo ay leeyihiin mutakabiriinta, dadka iskibriya tilmaamaha ay leeyihiin waaye. waxa weeyaan waa qofka qallafsan ee dadka sida xun ula hadla weeye. cutullin jawaad waa dadka afka xun ee dadka ka mishiiqsada ee caaya ee isla weyn wey. alfaad kalena xadiidkaasi buu ku soo arooray ay badan yihiin. wacan abi saciidun alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu can annabiya, nabiga waxaa laga wariyey wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala, inuu rasuulku yidhi ixtajat aljannatu wannaaru, waxaa dooday jannada iyo naarti. faqaalat annaaru, naartiibaa waxay tidhi fiya, aniga waxaa iga buuxa oo dhexdayda ku jira aljabbaaruuna waalmutakabbiruun, kuwa qooqan ee dadka dulmiya ee gardaraysta ee isla weyn. wa qaalat aljannatu, waxay idhi fiya, ani waxaa igu jira ducafaau lmuslimiina, muslimiinta tabarta yar, iyo masaakiinhu masaakiintoodii,
فقد الله بينهما الله يا كلا حكمي الله وحيدي إنك أدوك الجنة جنوي رحمتي نحريستي ذاتي أرحم بك من أشاء قف كان أنوك دونو أيام كوغن نحريستا ومرك وهيجي نحريستا الله وإنك نارينا النار نار عذابي عذاب كي قاتاي أعذب بك من أشاء إنك أن دونو ينكو عذابي ولكليكما علي ملؤها لبذي النبنا وإذن بوحنا إنان إذن بوحيو مركال كاس أيان كسي وضي دونا أحاديث تا ترادة بضان إكد جيسة كبرك كبرك أمعنه سويهي حقا أن مرنا له جان سمين وقاشان كالغو دفتو ولغسن تاغو أو شقدي إبليس أه يددكو أولي ليدو درسنا انتاس ايان كسو قبقبيننا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.